Sauf Argeline, un des divers parcours du français. Les talamides, Sénel Oula, Yadadi. Sauf Argeline, mais le livre parcours français, Laura, la langue. La langue, il y a dit employer la formule qui introduit un conte. Mais employer, la formule Ibarra qui introduit un conte. Ibarra, le titre Kuno, Madhalen li l'Hikaya. إذن اليوم في الدرس ديال اليوم اللغة غنتعلم فقط غير دائما البداية ديال الحكاية. أولا je lis et je comprends, أقرأ وأفهم. Je lis les débuts des contes suivants, أقرأ بداية هذه الحكاية. إذا نحن في هذه الدورة، الدورة الأولى، نتعلم فقط بداية ديال الحكاية دائما في هذا. وربما أنه سؤال أو نتساءل، نتعلم العبارة التي نستعملها في بداية كل حكاية. عندنا هنايا ثلاث نصوص. النص الأول، نقرأ النص الأول. Il était une fois, كان يا مكان, un homme رجل, qui avait de belles maisons, كان عنده ديور زوينين, à la ville et la campagne, في المدينة وفي البادية. De la vaisselle d'or, le moyen d'yel d'heb et d'argent ou d'yel fadda, des meubles en broderie, l'étête mzawak en broderie et des carrosses tout dorées ou arabat mzawaka. Et dan, bien la kadiman kent insen, kent ma. عندهم عربات، ما عندوش سيارة. الإنسان، الناس كانت عندهم فقط عربات. إذن أعيد قراءة النص. Il était une fois un homme qui avait de belles maisons à la ville et la campagne, de la vaisselle d'or et d'argent, des meubles en broderie et des carrosses tout dorés. إذن هذا النص الأول شو كيعطينا هو؟ النص الأول كيعطينا أولا عبارة اللي هي نستعملها دائما في الحكاية، هي إلى تاتين فوا إليا بي كان يا مكان، وكتعطينا الشخصية التي نتحدث عنها، ثم كتعطينا معلومات حول الشخصية. إلى كتعطينا معلومات حول الشخصية وحول المكان. إليا بي qui avait de belles maisons, qui avait de dior. Il était une fois un homme qui avait un de dior à la campagne, de la vaisselle, qui avait un de dheb, de fadda, ou qui avait un de des meubles, ou un tête, mzouar, ou arabat. Il était un peu plus de maloumat. Il était le bidaya. Nos tani. وهذا كان يا مكان ده العبارة باش بدينا بها دائما دون ان فيلاج دو ماروك فواحد المدينة مغربية تو بخي دو غروند اي بروفوند فوري قريب تو بخي دو غروند من واحد الغابة كبيرة اي بروفوند فوري ou amira profonde de chênes liège quand elle rabat bien le ballot les chênes
بالنوض في الليمي فيفي هينه، كانت كتعيش بها في هذه الغابه هينه. وهينه هذه واحد الاسم ديال واحد الشخصيه بحال اللي كنقولوا عندنا حنا نهدي الدان مثلا. اذا كانت هينه افيك سا فامي، هينه مع عائله ديالها. هينه ايتي بيل اوغوز، هينه هذه كانت زوينه وكانت سعيده اوغوز. اوغوز كار سعيده لانها إل ألي بيانتو، لأن إيبوزي قد جوج سون كوزان ولد عمها أو ولد خالها أديل. أديل سون كوزان أديل. إذا نعاود قراءة. كان يا مكان دون زان فيلاج دو ماروك تو بخي دون كروند إي بروفوند فوري دو شين بيج vivait Haïna avec sa famille. Haïna était belle et heureuse. Heureuse car elle allait bientôt épouser son cousin Adil. Iden hadnas seni shukrat ala tenki nafshi yotina al bidaya bil hikaya. Ya hadi wad al ibara lati nsamiha ya kan ya makan. فين وكتعطينا المكان دون زان فيلاج فواحد القرية دو ماروك تو بخي دو كروند. وفين هاد القرية دي؟ قريبة من واحد الغابة. إذا معلومات حول القرية وحول حول وفين كتوجد هاد القرية. ثم وكتعطينا أيضا معلومات حول الشخصية فيفي هينا. إذا هاد الغابة كتعيش بها هينة افيك سا فامي. وهينة كتعطي عليها معلومات حول هاد الشخصية. إلي تي بيل إي أوغوز، كانت زوينة سعيدة. سعيدة لأنها غتجوج ولد عمها أولا ولد خالها عادل. إذا هاد لو تيكست دابخي أن كونت ماروكان. إذا هذا نص مستوحى من حكاية مغربية. النص الثالث. il y avait une fois، كان واحد المرة، une petite fille intelligente، واحد طفلة صغيرة ذكية، qui s'appelait، كتسمى قطرة ندى. قطرة ندى هذا الاسم ديالها، غوت دو لا روزيل. إل فيفي دون اون ميزون افيك سون بير و سا مير، كانت كتعيش مع فواحد المنزل دون اون ميزون مع باها ومع امها. إذن هاد النص هذا دائما كنبداو بهاد العبارة. Il y avait une fois une petite fille intelligente qui s'appelait Katratnda. Elle vivait dans une maison avec son père et sa mère. Iden, il y avait une fois. Ou Katratnda, Shaksiya, la petite Netadetana, une petite fille, ou Hteplasrera. ومعلومات حول هاد الطفلة اللي تي صغيرة اون بوتيت وذكية انتيليجون. والاسم ديالها اسابيلي كاتردندا. اش كدير؟ كتعيش مع باها ومع امها كي فاين فواحد المنزل دون اون ميزون افيك سون بير و سا مير. اذا احنا في هاد النص في هاد الدورة نتعلم فقط بدايات للحكاية. ندوزو للأسئلة. الأسئلة عندي
Je relève les formules qui introduisent ces comptes. Je relève à Sakhrij les formules Ibara qui introduisent ces comptes. L'Ibara Moussamela, fait le Hiker. Quand il a dit il était une fois, ou Samel Fanastani Ken Yameken, ou Samel Ftani Ftelt, il y avait une fois. Sur Tani, je précise la place de ces formules. Fin qui n'est les formules. Filbidaya ou le finiaya, identa, il mène filbidaya. Le début. Sur Tani, je précise le rôle de cette formule dans l'histoire. Il est dit, je précise, le rôle d'ordien à l'Ibara. Flaïkaya. Je vous donne il y a le déclencheur. Elle déclenche. Elle déclenche le début du conte. Hadikata tenin tela khadi l'Ibara. Sur l'Arabia, je relève à Stakhrij. Les verbes et le temps utilisé après cette formule. Les verbes FAL et le temps ou l'Ezmina utilisé le Moussamela Badeh Abil Imara. Je veux dire avoir, ça amène là le verbe avoir, le verbe être à l'imparfait. La structure de cette formule. إذن هذه العبارة لا ستركتور هي اللي استعملناها هي إلا تات اون فوا وسمع أيضا إل يافي اون فوا لي زانفورماسيون دوني سور لي بيرسوناج المعلومات اللي استعطاتنا حول هذه الشخصيات إذن هنا في النص الأول شنو تعطانا قالنا un homme وكانت عنده avait de belles maisons, un homme riche, عنده ديور بزاف à la ville et à la campagne في البادية وفي المدينة وكانت عنده de la vaisselle d'or كانوا عنده المعن ديال الذهب et d'argent وعنده اتات دي ميبل en et des carrosses tout dorées. هذه معلومات تعطينا في النص الثاني عطاتنا هينا بال كانت زوينة بال وتعطينا قلنا heureuse أيضا وقلنا elle allait bientôt épouser son cousin عادل غتجوج ولد عمها ولد خالها عادل النص الثالث تعطينا معلومات حول الاسم ديال هاد لابيت في خطرت ندا بوتيت في خطرت ندا انتيليجونت ذكية فيفي دون اون ميزون افيك سون بير اي سان بير وكتعيش فواحد المنزل مع باها وماها. إذن كنجيو السؤال الخامس جو ريكونستيتي اورالمون لي كاركتيريستيك دو لا فورمول كي انترودوي ان كونت جو ريكونستيتي إذن نكون اورالمون شفويا هنا غتديرها شفويا خصائص لي كاركتيريستيك خصائص العبارة ديال دو لا فورمول ديال هاد العبارة اللي هي باش كنبداو الحكاية. إذا شو هو الخصائص ديالها غنقولو كنسمنا أولا لو طون دو لامبارفي الزمن ديال لامبارفي دائما ممكن نستعمل الماضي نستعمل ولا الحاضر إذا نستعمل لامبارفي كنسمنا كنعطي تاني لي زانفورماسيون معلومات sur les personnages
حول شخصيات أو حول المكان. غنجيو الآن جو روتيان. جو روتيان أولا باش نتذكر جيدا لا فورمول كي انتخدوي ان كونت. إذا العبارة باش كنبداو الحكاية هي لي دائما إلا تي اون فوا ولا إل يافي اون فوا فورمول دو ديبي إلا تي اون فوا. هادي كنبداو بيان ثم كنجيو كنعطيو شنو كان ان بيرسوناج. بيرسوناج كنقولو ان نوم وكندير ان برونون غولاتيف كي باش نربطو هاد الجملة. و لو فيرب ان امبارفي عندنا لو فيرب هو افيك يافي و كنعطيو معلومات كافي سيت انفون انفورماسيون معلومات حول هاد الشخص كافي سيت انفون. Je m'entraîne à t'adresser l'âne. À partir de ces extraits suivants, je souligne ce qui appartient au début des contes. Identalar en med el jumel, telia, je souligne en certain ce qui appartient jumel lati. فيها بدايات للحكاية. أنا عوض ما نستر غندور اليوم. إذن الجملة الأولى عندي Hier les enfants sont allés à la forêt pour cueillir des fruits sauvages. البارح les enfants الأطفال ذهبوا إلى الغابة pour cueillir باش يجنيو des fruits sauvages. يجنيو فواكه جافة فواكه برية. هاد الجملة هادي عندي بادية بيير البارح عندنا يير لا ما صالحاش. الجملة الثانية إلي في اون فوا كان واحد المرة دون لو طون اونسيان واحد الأزمنة غابرة دي زونفون الأطفال غاديين كي ألي ألا فوغي غاديين الغابة أو ديبي دو شاك برانتون اللي كيمشيو الغابة مشاو الغابة في بداية كل ربيع. هنا الجملة إليا بي إن فوا بادية بإليا بي إن فوا هنا عبارة سيت إن فورمول كي انترودوي إن كونت هنا كان ستر عليها. الجملة الثالثة جو كخوا كو كان دون بأن لي كونت سون دي زيسوار بأن هاد الحكايات هي هي حكايات مهمة pour les enfants. وهنا je crois ما صحاش ان ما كنبداوش حكاية je crois. J'ai toujours aimé دائما احب les contes احب الحكايات que ma grand-mère racontait اللي كتعاودي جداتي autour d'une cheminée. هادي كنبداو j'ai toujours لا ما صالحاش. Il était une fois كان واحد المرة une petite fille طفلة صغيرة qui portait un chapeau charmant كتحمل واحد قبعة زوينة. هادي عبارة تبدأ Il était une fois نعم صالح. إذن كنذكروا دائما أنه العبارة دائما كنبداو ب il y avait une fois ou il était une fois ou même que c'est non ou dilala ديال هاد العبارة شنو هي دائما الدلالة ديالها هو ان هاد الحكاية هي حكاية خرافية لان نستعمل في واحد الزمن اللي هو زمن بعيد. il y avait une fois ميمكنش نقول البارح hier هذا زمن قريب كنقولو دائما نستعمل واحد الزمان بعيد كان يا مكان. إذن هكذا نأتي إلى نهاية الصفحة 24 وشكراً.